بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى أخبار الثقافة والبداية مع أبرز العناوين. افتتاح مؤتمر مراكز البحوث الإنسانية في الوطن العربي بجامعة السلطان قابوس. نحو 250 تربويا يشاركون في ملتقى القيادات الإدارية والإشرافية فكر وتمكين. الجمعية العمانية للمعاقين بولاية عبري تنظم يوما مفتوحا تضمن العديد من الفعاليات. أهلا بكم إلى التفاصيل. وضع سياسات ومراجعة أدوار وظائف مؤسسات الأبحاث الإنسانية في الوطن العربي من أبرز أهداف مؤتمر مراكز البحوث الإنسانية المقام بجامعة السلطان قابوس. ناقش المؤتمر التحديات التي تعترض هذه المراكز ودراسة البحوث وتقييم تجاربها. راح حفل الافتتاح معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الأحسني وزير الإعلام. يترك تفاعل الناس بعضهم ببعض قضايا عالقة نتيجة فهمهم غير المكتمل للآراء التي يتحاورون حولها، ولأجل ذلك تقوم مراكز البحوث بوضع دراسات تستكمل أو توجد تقارب حول هذا الاختلاف. مؤتمر مراكز البحوث الإنسانية في الوطن العربي جاء ليقدم لصناع القرار نتائج في قضايا متنوعة تهم هذه الدول، ويبحث على مدار أيام انعقاده تأطير عمل هذه المراكز ووضع استراتيجيات لها ومراجعة أدوارها ووظائفها والتحديات التي تعترض عملها. هناك عودة كبيرة في الدراسات العلمية على مستوى العالم في أوروبا أو الولايات المتحدة أو في الوطن العربي بشكل عام، إلى أهمية العلوم الإنسانية، أهمية المنظومة الأخلاقية الاجتماعية الإنسانية جنبا إلى جنب إلى العلوم أو مع العلوم التطبيقية الإنتاجية. أوراق عمل المؤتمر التي جاءت من دول عربية متعددة تستعرض تجارب مختارة لقضايا إنسانية أثرت على العالم العربي، بخاصة في الفترة الأخيرة التي تعاني فيها بعض الدول من أزمات سياسية أثرت على الجانب الإنساني. كما يعد هذا المؤتمر فرصة للباحثين العرب لتبادل الآراء ووضع بحوث مشتركة لجوانب إنسانية عدة. ونحن نحتاج كثيرا إلى هذا النوع من الندوات، لأن في الحقيقة الباحث في العلوم الإنسانية يشكو من يعني ما عندنا تواصل ما بين بعضنا. مركز البحوث الإنسانية في جامعة السلطان قابوس يمثل نموذجا لتقديم العديد من البحوث في قضايا بالسلطنة والوطن العربي، فيما يأتي هذا المؤتمر كنتاج عمل يعرض من خلاله خلاصة جهد باحثيه. ليست سبب أو دافع واحد، هناك أسباب كثيرة جدا وكلياتها تدور في فلك واحد اللي هو أهمية البحث العلمي لتطور المجتمعات، تقدم المجتمعات، كله مرهون في البحث العلمي. كبيوت خبرة تناقش مراكز البحوث الأبعاد الفكرية والثقافية والنفسية في المجتمعات وترصد الظواهر الاجتماعية ليتمكن الإنسان من رصد التحولات على مختلف الأصعدة. تعمل مراكز البحوث الإنسانية على وضع الحلول وإعداد الدراسات في المجالات السياسية والاجتماعية لتقديم نتائج لعمل المجتمعات. عبد الله بن علي البلوشي، مسقط. استعرض ملتقى القيادات الإدارية والإشرافية فكر وتمكين الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم أفضل الممارسات الإدارية والإشرافية لتحقيق الجودة في العمل المدرسي. الملتقى الذي يشارك فيه نحو 250 تربويا بحث تطوير منظومة التعليم التي تؤهل الطلبة لمواجهة تحديات المستقبل. رعى الافتتاح مع الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية. فكر، ممارسة، تمكين ثم إجادة،
بهذه المفاهيم التسلسلية بدأ ملتقى القيادات الإدارية والإشرافية أعماله. جاءت فكرة الملتقى فكر وتمكين من أجل تمكين الموارد البشرية بحيث تأهيلهم وتدريبهم باكتساب معارف ومهارات جديدة. يتم هذا عن طريق أساليب ودورات تعليمية، وطبعا لازم تكون متطورة هذه الدورات بحيث أنها تواكب المستجدات التربوية والعولمة اللي احنا عايشين فيها. الملتقى هذا فرصة لأول شيء للتعرف على نظريات تربوية جديدة، فرصة على التعرف على بعض الباحثين المهمين اللي نسمعهم عبر التلفزيونات والقنوات الفضائية، عامل هام للتبادل الخبرات العلمية والمعرفية بين مدراء المدارس. الملتقى تناول في أوراق عمله الخطوات العملية للمدرسة العمانية وإدارة الأزمات التعليمية والتمتين كمدخل للتمكين. الملتقى له أهمية كبيرة بالنسبة للقيادات التربوية والإشرافية الموجودة في المنطقة، فهو يؤطر الأفكار التربوية والنظريات التي درست والتي تساعد في إيجاد نوعيات معينة من العمل التربوي التي تسهم في خدمة العملية التعليمية والطالب وكذلك الميدان التربوي. من هذا الملتقى نستفيد من خبرات الكثير من المنظمين وخاصة من أوراق العمل ومن تجارب الآخرين من الدول الأخرى. كما يتناول المؤتمر المثالية في العملية الإشرافية للقيادات في المدارس وإدارة الموارد البشرية في بيئات متغيرة. ملتقى فكر وتمكين من اللقاءات المهمة جدا بين الإداريين والمشرفين، يسعى إلى إضافة الخبرات لدينا والتعرف على الخبرات من الدول المجاورة. أما ملخص الأهداف للملتقى فهي صياغة رؤى موحدة لتطوير العملية الإدارية والعملية الإشرافية بالمدارس. يأمل المنظمون لهذا الملتقى إلى تمكين المستهدفين من الوصول إلى أفضل الممارسات من أجل تحقيق توافق ما بين العمليتين الإدارية والإشرافية. إبراهيم بن سالم الهادي من منتجع شانغريلا ببر القصة. نظمت الجمعية العمانية للمعاقين بولاية عبري يوما رياضيا مفتوحا تضمن العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية والثقافية. هدفت الفعاليات إلى دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع بالإضافة إلى تعريف المجتمع بقدراتهم الرياضية المختلفة. بإرادتي أتحدى إعاقتي. هكذا عبرت منار عن فرحة مشاركتها في اليوم الرياضي الذي تنظمه الجمعية العمانية للمعوقين بالمجمع الرياضي الشبابي بولاية عبري. أنا سعيدة بهذا اليوم وشكرا جزيلا للجمعية العمانية للمعوقين بعبري. الفكرة هذه طبعا استوحيناها من أخواننا المعاقين الموجودين في المنتخب، إن دائما يذكرون لنا أن المنتخب محتاجين إلى شباب جدد، يعني فأنتوا عليكم الدور هذا إنكم تشوفون المدربين الموجودين بحيث إنهم يستطلع على أكبر عدد من الشباب الجدد لتطعيم المنتخب. تتشرف الجمعية العمانية للمعوقين بفتح أبواب. أكدت البرامج المصاحبة لليوم الرياضي كالمسابقات الثقافية والألعاب الترفيهية والرياضية والشعر والعروض المختلفة على أن الابتسامة والبهجة حق مشروع على الجميع بمن فيهم فئة ذوي الإعاقة التي استقبلت الحدث برحابة صدر. الجمعية سعت إلى دمج فئة ذوي الإعاقة مختلف الفئات مع المجتمع بشكل عام بفعاليات عديدة ومختلفة. تأتي أهمية هذه المناشط في دورها الكبير على تعزيز ثقة ذوي الإعاقة بأنفسهم وبقدرتهم على الاندماج مع المحيط السوي، مساهمة في ترسيخ مبادئ التعاون المستمر بينهم والمجتمع لخلق بيئة طبيعية خالية من العوائق في شتى مجالات الحياة. لحظات من السعادة والحبور عاشها كل المشاركين اليوم معبرين عن شكرهم وامتنانهم لهذه الالتفاتة الرائعة التي استقرت في ذاكرتهم أملاً وتفاؤلاً، فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع. جواهر بنت حمد العبرية من المجمع الرياضي الشبابي بولاية عبري. حصل الكاتب اللبناني أمين معلوف على لقب شخصية العام الثقافية
في الدورة العاشرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب. وقالت الهيئة الإعلامية للجائزة ومجلس أمنائها إن تتويج معلوف جاء تقديرا لتجربة روائية نقلت عبر اللغة الفرنسية محطات أساسية من تاريخ العرب والشرق، وسلط أضواء كاشفة على شخصيات نظرت حياتها لإشاعة الوئام. وأصدر معلوف إنتاجات غزيرة منها الحروب الصليبية كما رآها العرب، واليون الأفريقي، وسمرقند، وحدائق النور، فضلا عن روايات كثيرة معاصرة. أخبار الثقافة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. انطلاق مهرجان الكويت الدولي للمونودراما بمشاركة 12 دولة. أهلا بكم. انطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الكويت الدولي للمونودراما، والذي يقام خلال الفترة من 16 إلى 23 من إبريل الجاري. بدأ حفل الافتتاح بعرض مسرحي ارتجالي بعنوان تحية إلى سعد الفرج، الذي تحمل دورة هذا العام اسمه. ويتضمن المهرجان فعاليات متنوعة من العروض المسرحية والندوات التطبيقية والشهادات الفنية، علاوة على معارض للفنون التشكيلية والصور الفوتوغرافية بمشاركة عربية وعالمية. فاز عرض ناتال لفرقة سهادو ذو ناتال باتشورك من السنغال بجائزة التانت الذهبي للدورة الثالثة لأيام قرطاج الموسيقية، التي اختتمت مساء السبت وسط أجواء احتفالية صدحت فيها الأنغام والإيقاعات الأفريقية. وأعلنت لجنة التحكيم عن فوز عرض ناتال بالجائزة الأولى للمسابقة الرسمية. ونال عرض أصلي للتونسي صبري مصباح جائزة التانيت الفضي، فيما عادت جائزة التانيت البرونزي لمواطنه نصر الدين الشبلي عن عرضه فلاقة. ونالت فرقة بانجابي براس باند من بنين جائزتي الجمهور والجائزة الخاصة للتأليف الموسيقي عن عملها غوسلو تو لاغوس. أعمال فنية تاريخية تعرض للبيع الشهر الجاري في دار سوثبي للمزادات في بريطانيا. تتضمن أعمالا فنية تصور فترة تبلغ 1000 عام، وتشمل الفنون في العصور الإسلامية. تعرض دار سوثبي للمزادات في بريطانيا سلسلة من الأعمال الفنية التي تصور فترة تبلغ 1000 عام وتشمل الفنون في العصور الإسلامية وفترة حكم الدولة العثمانية وغيرها. وستعرض هذه الأعمال للبيع الشهر الجاري في 5 مزادات، والتي تترافق مع عدد من المحاضرات التي يلقيها كبار علماء وباحثي منطقة الشرق الأوسط. من بين الأعمال المتميزة التي ستعرض في المزاد، صندوق مخطوطات يرجع تاريخه لعصر الدولة العثمانية في القرن 16، صنع من عظم ظهر السلحفاة ومرصع بعرق اللؤلؤ والعاجي والنحاس، ومن المتوقع أن يتراوح سعره ما بين 200,000 إلى 300,000 جنيه استرليني. كما ستعرض كذلك أبواب منحوتة من الخشب ومرصعة بالعاج يرجع تاريخها لعصر المماليك في مصر في القرن 14، ومن المتوقع أن تباع مقابل ما يتراوح بين 100,000 إلى 200,000 جنيه استرليني. أما درة أعمال المزاد فهي آية قرآنية كتبت على صحيفة في القرن 11 بالخط الكوفي المزخرف، وتعتبر عملا نادرا للغاية. رئيس قسم مبيعات الشرق الأوسط في سوثبي بنديكت كارتر:
هذه الصحيفة هي أغلى المخطوطات ثمنا وقيمة في المزاد. لقد كتبت بالخط الكوفي الذي يتميز بالزوايا والزخرفة، مما يتماشى مع أذواق محبي الفن التبسيطي. ويعرض كذلك في المزاد تمثال للنحات المصري محمود مختار بعنوان على ضفاف النيل، والذي تقول سوذبي إنها يمثل صراع المرأة في مصر في أوائل القرن العشرين من أجل التحرر. ومن المتوقع أن يتراوح سعر التمثال ما بين 120 ألفا إلى 180 ألف جنيه استرليني. ويبدأ المزاد في 19 ويستمر حتى 21 من أبريل الجاري. انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران بطولة كرة القدم للروبوت، ويشارك في هذه البطولة 320 فريقا من جامعات التكنولوجيا والكليات التقنية من مختلف دول العالم، وتسهم هذه المسابقة في تحديد مستوى التقدم الذي بلغه الطلاب في الإلمام بالمعرفة التقنية، حيث يقاس من خلال المسابقة مستوى الذكاء الاصطناعي وكيفية التعامل مع المعلومات، إلى جانب اختيار قدرات الطلاب في تطبيق الهندسة الميكانيكية والكهربائية في التحكم بالروبوت، كما يستعرض الطلاب آخر اختراعاتهم التكنولوجية ويتبادلون الخبرات والمعارف فيما بينهم. وتأتي هذه البطولة كتصفيات للفرق المتأهلة للبطولة النهائية المزمع عقدها في مدينة لايبزيغ الألمانية في يونيو المقبل. جهود أوغندية ملحة لإيجاد بديل للأكياس البلاستيكية التي تلوث البيئة، خاصة بعد حظر استخدامها في بعض الدول. نتابع هذه الجهود في التقرير التالي. لا شيء يوجد بوفرة في أوغندا أكثر من الموز، فالزراعة تنتشر في أنحاء البلاد لدرجة أنه أصبح عنصرا أساسيا في معظم الوجبات. ومع وفرته تأمل رائدة الأعمال ذات 35 عاما شارون سيما أن تكون للموز فوائد أكثر من مجرد كونه فاكهة، بتحويل سيقان شجر الموز إلى حقائب ورقية يمكن استخدامها كبديل عن الأكياس البلاستيكية. في ورشة عملها بالعاصمة كامبالا تدخل شارون سيقان شجر الموز إلى ماكينة تحولها إلى ألياف يتم غليها وخلطها مع المخلفات الورقية لتتحول إلى لباب، وفي النهاية يجري فرده ليصبح ورقا. ويقول الباحثون إن ألياف الموز مثالية لصنع الورق، لذا تستخدمها شارون لصناعة أكياس صديقة للبيئة تكون بديلة عن الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، وقد تستغرق مئات الأعوام حتى تتحلل. والأكياس البلاستيكية، أو كما تعرف محليا في أوغندا باسم كافيراس، منتشرة في أرجاء البلاد رغم قرار حكومي بحظر استخدامها قبل 9 سنوات. ومنذ عام 2007 كانت هناك جهود عديدة لحظر استخدام الأكياس البلاستيكية، لكن الحكومة تكافح من أجل تنفيذ هذا الحظر إذ يفضلها الباعة لأسعارها الرخيصة. ويقول خبراء البيئة إن الأكياس التي يتم التخلص منها وتلقى على الطرق وفي الأراضي المهجورة تنشر الأمراض وتؤذي الحيوانات، والقمامة غالبا ما ينتهي بها الأمر في الأراضي الرطبة حول بحيرة فيكتوريا لتلوث إمدادات مياه، أو تحرق أحيانا لتسرب مواد كيماوية سامة إلى المياه. ويرى كثيرون أن الحظر لن يطبق فعليا إلا بتغيير ثقافة المستهلكين أنفسهم برفض استخدام الأكياس البلاستيكية حفاظا على البيئة. في ختام النشرة، هذا تذكير لأبرز العناوين. افتتاح مؤتمر مراكز البحوث الإنسانية في الوطن العربي لجامعة السلطان قابوس. نحو 250 تربويا يشاركون في ملتقى القيادات الإدارية والإشرافية فكر وتمكين. الجمعية العمانية للمعاقين بولاية عبري تنظم يوما مفتوحا تضمن العديد من الفعاليات. هكذا مشاهدينا جولة أخبار الثقافة اليوم انتهت، نلتقيكم في جولة أخرى. أشكركم على المتابعة، في أمان الله.